أطروا أفواهكم بأطر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. لذا تتقدم حسينية المصطفى في هاملتون برفع حر التعازي والمواساة بهذه الذكرى الأليمة بشهادة الكوكب الحادي عشر من كواكب الأئمة الإمامة والخلافة الإلهية إلى مقام بقية الله في أرضه وحجة الله على خلقه الإمام الحجة ابن الحسن، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، وأنفسنا لنفسه الوقى بشهادة أبيه الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام الذي واصل مهام الإمامة بعد والده الإمام الهادي عليه السلام، وعاصر في فترة إمامته القصيرة ثلاثة خلفاء، وكانت المعاناة مع الدولة العباسية شديدة. ومن أبرز ملامح فترة إمامته عليه السلام التمهيد لولاية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وغيبته الصغرى والكبرى. فقد خاطب الإمام الحسن العسكري عليه السلام أصحابه يوما قائلا: الفقير معنا خير من الغني مع غيرنا، والقتل معنا خير من الحياة مع عدونا، ونحن كهف لمن التجأ إلينا، ونور لمن استبصر بنا، وعصمة لمن اعتصم بنا، من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى، ومن انحرف عنا فإلى النار. عاش الإمام الحسن العسكري عليه السلام 29 سنة، منها 23 مع أبيه الهادي عليه السلام، و6 سنين بعده.
لكن عمره الشريف اتسع لإدارة أمور الشيعة المنتشرين في البلاد وترسيخ عقائدهم وتقوية وجودهم، وحفل بمقاومة خطط الخلفاء لقتله قبل أن يولد منه المهدي الموعود عجل الله فرجه الذي سيزيل حكم الجبابرة. لقد فرضوا عليه الإقامة الجبرية، وكان يراقبه الخليفة العباسي بجهاز خاص، ومع ذلك قام بأعمال كبار ومعجزات، وجعلت بعض شخصيات السلطة يؤمنون به ويقدسوه. قضى الإمام الحسن العسكري عليه السلام معظم وقته في الدراسة وطلب علم القرآن والشريعة، حيث أنه كان منشغلاً أيضاً لدرجة ما بتعلم اللغات، لأنه كان من المعروف أن العسكري كان في السنين الأخيرة يستطيع التكلم مع المسلمين القادمين من الهند والأتراك والإيرانيين، لكن يعتقد الشيعة بأن أئمتهم الاثنى عشر يعرفون جميع اللغات البشرية بالعلم اللدني من الله. استشهد الإمام الحسن العسكري عليه السلام في عمر 28 سنة حينما دس له السم بتحريض من الخليفة العباسي المعتمد لعنه الله، وذلك في 8 ربيع الأول سنة 260 للهجرة. ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه، وكان عمره عند وفاة أبيه 5 سنين، وقد أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، ودفن والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام إلى جانب أبيه الإمام الهادي عليه السلام في سامراء. للمزيد من تفاصيل وحياة وسيرة الإمام العسكري عليه السلام وعن اضطهاد السلطة العباسية لأهل البيت عليهم السلام، نترككم وسماحة الشيخ أحمد الأنصاري فليتفضل مأجوراً ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. إلى أرواح الأنبياء والأوصياء والشهداء والصالحين، إلى مات على ولاية الإسلام لقضاء حوائجنا، تعديل أمورنا، ظهور ولي أمرنا من له حاجة قلدنا الدعاء، شفاء المرضى، فك الأسرى، أموات الحضور، تعجيل الظهور، رفع الهم والغم عن بلادنا، عن مقدساتنا، خاصة في النجف، في كربلاء، في الكاظمين، في سامراء، في العراق، في لبنان، في إيران، في أفغان، في الخليج، في الحرمين الشريفين. اللهم نسألك وندعوك ونتوسل إليك بحق أئمة الهدى ومصابيح الدجى أن تعجل في فرج مولانا، وأن تحفظ بلادنا من الشر، وتجعلنا وإياهم من المنتظرين لظهوره الشريف، والعاملين لظهوره، والمقدمين والموطئين لأموره عليه السلام. الشهر هذا شهر ربيع، فيه من الوفيات والأحزان، وفيه من الأمور الولادات وغيرها. فمن جملة الأشياء اللي في يوم الخامس شهادة السيدة سكينة بنت الحسين، يوم الثامن شهادة الإمام العسكري عليه السلام ليصادف ليلة الأربعاء، يوم التاسع إمامة الإمام الحجة سلام الله وعلى المجرة. إحنا هسه بمجموعتنا الصغيرة ليسمعونا الإخوان، كشيعة أمير المؤمنين، كشباب، كآباء، كأمهات، كأبناء، كدارسين،
خلي بذهنك، اسأل نفسك، اسأل نفسي، أنه إحنا في زمان جدا تعيس، زمان أصلا ما هو زين. لماذا؟ آباءنا وأجدادنا وآباء أجدادنا وأجداد أجدادنا يعني تشوف أكثر من 1250 سنة تقريبا، 45 سنة أو أكثر من 1280 سنة إحنا في هذا الظلام وفي هذه الحالة، خاصة شيعة أمير المؤمنين. إذا بس ننظر للمصائب لأهل البيت، ما أريد لا تروح لا لعد منا ولا لا، قذ لك واحد من هؤلاء وشوف مصيبة العسكري شني، شوف مصيبة الهادي شني. لا تروح من السم للقتل، لا تروح لا لا، شوف حياته. انت اي واحد هسه بكندا تسأل عنه حياته يقول لك ولد في هذا الزمان في هذا المكان في هذا التاريخ، هذا كان شغله يسترزق من هذا الباب، مو هيك؟ زين، ايش كثر عاش، ايش كثر ما عاش، شنو المشاكل اللي عاناها، شنو الاشياء اللي عاناها. لكن تجي واحد من جميع الجهات، السلطة، يجبر المحب، العدو، اللي يعرف، اللي ما يعرف، كل واحد يجي ينهش، كل واحد يجي يضرب. ولا تحسب أنه بس الكفار طاحوا على الأئمة، وكثير من عندنا نحسب بس بني أمية، وأنا وأنت فكري شنو أنا؟ مو لأنه عندي عمامة ما أصير فكر أموي، وما أصير فكر عباسي، وما أصير فكر منحرف، لا ما لغرض، بابا هذه ما لغرض. الدراسات اللي شو هنا إلى قرض القلب، القلب عرش الله، فلا تسكنوا عرش الله غير الله. شوف بالله شبيه اليوم، إيش كثر لما كنا شباب كنا نحب سواء زوجة سواء بيت سواء سيارة سواء دراسة سواء صديق. زين، هذا الحب اللي مرينا فيه أو نمر فيه، هو الحب ما ينقطع من أول، يصير لعد الأبوين، لعد الزوج، لعد الأطفال، لعد العيشة، إلى أن تجي لعد هالزمان هذا. هذا الحب الله شوف إيش قد، مو 1%، لا لا بالله بالألف، إيش قد عندك بهذا الحب اللي تفكر بهاي الأشياء، مفكر بحب صاحب الزمان، مفكر بحب ولاية أمير المؤمنين بالنبي بفاطمة، أي واحد. في هذا الزمان جدا زمان تعيس، ونحن الآن على يعني هسه لو يطلع لنا مثلا، هسه لو كندا تقول يا عمي أريد لك، أريد منكم تجون للعسكر للجيش، خذونا للجيش، نعرف يو بس بلا على رقابهم نصير. لهذا شيء يسوون، يحطون مدارس أول، يحطون مدارج أول، يعلمونا بالله شو يردون شو ما يردون، كيف هاي العسكرية، كيف تدرب المدرسة، كيف تدرب واحد يكتب ويقرأ، الجامعة كيف تدرب على التخصص. فإحنا في مذهبنا أو في كل مذهب، كل عقيدها مو بس الشيعة، تعال لعد المسيح، تعال لعد اليهود، تعال لعد الأديان الأخرى، النحل اللي ما هي مرتبطة بالسماء، شوف إيش قد عندهم تعاليم، فكل واحد عنده تعليمات، لكن كل واحد تشوفه يلوم نفسه أنه هذا الإنسان ما ملتزم بهذا الدين أو بدينه ما هالقد. لهذا لما نجي لعد المجالس، المجالس فد معجون، فد مثل ما يقول خلاصة أشياء الإنسان يأخذها يقول الحمد لله. وين ما تروح، أي مجلس تسمع، أي قناة تسمع، أي شيء تسمع، بمجرد يقول الإمام العسكري عليه السلام أخذها. نعم في أشياء تريد لها تحقيق، تريد لها تحليل، تريد لها تفسير. يقول ما قتل الحسين وما شوه اسم الحسين في الكوفة إلا عدم التفسير من ما يريده الحسين أو من رسالة الحسين. قتلوه غير، وكون يخلونه بعد، إجوا وقالوا لا، كون يؤسر، كون يتهم بالخارج عن الدين حتى يرضون كله يزيد. شوف إيش قد العدو عنده، سماعات الليل ونهار شغالة. إحنا إيش عندنا؟ احنا بهذا الباب ايش عندنا؟ ومو الا المعمم يجي يلقي درس لعد الدين، لا
أنا ذاك اليوم ذكرتها على المنبر، أكو واحد بروفيسور في كندا في أوتاوا، قابله مقابلة سووا وياه، قالوا له أنت محقق حول الأديان، شنو حصلت؟ قال أنا حققت حول المسيحية، حول اليهودية، حول كذا، حول كذا. قالوا له لا، إحنا مسلمين جايينك، ومسلمين هم شيعة جايينك، المقابلين من جماعتنا من شبابنا. قال لهم أنا طالعت حول الإسلام، إذا أقلكم كم كتاب والعقائد اللي شفتها وعرفت وين الصح وين الغلط على تجربتي، هو ما يجي يقلي. والسؤال اللي خلاني متوقف ما أصير مسلم هو هذا، لماذا المسلمون قتلوا عترة نبيهم؟ بس تقلوا لي ليش أنا هسه أسلم، كل واحد فاهم. واليوم بحثنا على هذا الشيء، يعني لما أذكر لك الإمام الهادي، لما أذكر لك الإمام العسكري، لما أذكر سكينة، لما أذكر رقية، لما أذكر الحسين، لما أذكر العباس، لما نذكر محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، كله على هالمنوال. والله ليش ومن؟ هاي الكلمة من بس كون تشخصها ما يحتاج، هذا بحث. فنسأل الله بحق الإمام العسكري المتلهف على ولده، زين، وبحق ولده الشريف الإمام الحجة اللي هو الإمام العسكري، قل له بنفسي وأمي وأبي. واحد يقول له حد ابنه ايش تدري شنو هاي؟ مو مال محبة، أفديك بنفسي ابني، أفدي بنفسي ما عندي مشكلة، لكن تجيب أمك وأبوك واللي كلهم أبوك أفضل منك سيدي، تفدي لعد ابنك؟ يقول ايدي شوفوا جدي شي يقول، شوفوا أجدادي شي يقولون، الإمام الصادق يقول لو أدركته لخدمته. عجيب. لهذا عندنا مثلا رواية احنا تقول تجي لعد الخمسة، النبي وأمير المؤمنين فاطمة والحسن والحسين والحجة والإمام زين العابدين الصادق الباقر الصادق زين الكاظم الرضا الجواد الهادي العسكري. في رواية عندنا يقول النبي أمير المؤمنين فاطمة الحسن الحسين السجاد زين العابدين الإمام الحجة، يطون دور لعد الإمام السجاد وراء الحسين عليه السلام. سيدي ومولاي صاحب الزمان، بحق آبائك الطاهرين وبحق أبيك المظلوم المسموم، ولو قدمنا تعازي لك قبل يوم استشهاده زين لظروف ولأمور، فبحق هذا الأب الشريف، بحق هذا الأب الحزين، بحق هذا الأب السميم المسموم، عجل في فرج مولانا، شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، اطلب من الله، كله من الله، باتصالك بالله سبحانه وتعالى. وإلى شرف من مات على الولاية، لحفظ حشدنا، جيشنا، عراقنا، شبابنا، بيوتنا، حسينياتنا، مراكزنا، خاصة في بلاد المهجر، بالأخص هذا المكان المقدس بأهله حضوره ذويه. اللهم يسر أمورنا واقضي حوائجنا بالنبي وآله. رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك المعصومين
الميامين المنتجبين الطيبين الطاهرين لا سيما من كان للرسول ولدا وللإسلام عضدا وللشيعة كهفا ومعتمدا صبط الرسول وقرة عينه الغريب بلا ناصر شهيد العراقين الضامي بين النهرين مولانا أبا عبد الله الحسين يا حبيبي يا حسين يا طبيبي نور عيني يا ابن أمي يا حسين صلوات الله وملائكته على البحر الزاخر زين المفاخر الشاهد لأرباب الشهود والحجة على ذوي الجحود معرف حدود الحقائق الربانية ومنوع أجناس العوالم السبحانية عن قائق في القدم العالي عن مرقاة الهمم وعاء الأمانة محيط الإمامة مطلع النور المصطفوي الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه يا حادي الآلام والأرزاء يا حادي الآلام والأرزاء حط الرحال بأرض سامراء أنزل بغا وأقم مآت ملوعة حزنا لوالد خاتم الأمنائي
روي 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 الثرى بالدمع إن مصابه يا أدمى مدامع مقلة الزغرى يا مقلة الزغرى غدر كف قديم عهدها يا بالغدر يا شلت يد البغضاء يا قتلوه قتلوه حيث رأوه بدر هداية قتلوه حيث رأوا بدر هداية والجهل يعشق عيشة ظلما يا ترادى ترادى بالمرض حالة وتلاشى يا ظل الحسن واقع على فراق والله ما بقيت عنده حشاشة ضعفت ونته والقلب نص بعد ما ودع ابنه بقلب مجروح صوتك يا تشاغد والقلب وطلعت الروح ثار صياح غلبيته وعلى النوح أثار ما تويل وفرق البين جاءت الناس تتراكض بدغشة يا لقوا دار العلوم شلا يا وحشة بتشوع البايا طلعنا عشم يا تلقوه بلطم يدمي يا الخدية سارت بينا عاش تبكي حوالي لما اندفنا ردوا للعزا علي والله لما اندفنا ردوا للعزا علي بس حسين ما واحد وصلي ثلاثة ايام عاريب غير تشفي أفاطم لو خلت الحسين اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. الأمور اللي تخص الإنسان تحوم حول الإنسان تا
الدوائر اللي يغور فيها الإنسان في حياته، سواء المادية، المعنوية، الدينية، العقلية، الروحية، شو تريد تحطها، لا تخلو من أمور. بعض الأحيان أكو أشياء تختص بالإنسان هو، يعني كثانويات، وإلا أخو الله هو يقدر الرزق، لكن الإنسان شي يريد يأكل، شي يريد يشرب، مثل ما يقول يمتى يأكل يمتى يشرب، تقريبا عنده نوعية من الاختيار، مو الاختيار البحث اللي حتى لو يقتل جاره كل أحد يقول له لا، حتى لو يأذي جاره حتى كل أحد يقول لا، مو هذا الباب، بل إنما الاختيار المصمم والاختيار المقنن. أكو أشياء لا، بهذا العالم صحيح أنت جيت، بس مو كل شيء بكيفك بوي، الله سبحانه وتعالى حاط له قوانين، حاط له أشياء. لهذا إحنا لما نجي نريد نشوف فلسفة الإنسان، وجود الإنسان شنهي، الله سبحانه وتعالى بالقرآن شو يقول؟ ما خلقت الجن والإنس، زين بس الإنس والجن شو قال عليهم؟ بقية المخلوقات ما قال عليها، ليش؟ لأنه التكليف تارة يأتي على شيء لا يكون فيه غير هذا التكليف، يعني مثل ما يقول مجبر، النبات مجبر على هاي الحالة حتى في عبادته، الحيوان مجبر على هذه الحالة عبادته هو وربه على هاي الحالة ما يتغير، لكن أكو عندنا مخلوق مختار، هو بين المخلوقات، بين الخلق المختار عندنا مخلوقين، عندنا شيئين لهم الاختيار. لهذا ما بيك تقول كلهم بالنار وما بيك تقول كلهم بالجنة، وذول المخلوقين ياهم، المخلوقان ذوى هذه الحالة من الاختيار هو الإنسان والجن. واحد يقول لك هو الملك، يقول لك لا، الملك ما عنده اختيار، الملك مجبول عقل. لهذا بعضهم، مو أمير المؤمنين عليه السلام يصفهم، يقول بعضهم سجود وبعضهم ركوع وبعضهم قيام، بهذه الحالات اللي تجي لعدي. فالملك ما يخير بالله، اليوم يطلع يعبد يوم ما يعبد، ماكو شيء. لهذا الجن والإنس، خاصة الجن لأنه يفوق الإنس، الإنس يفوق الجن، الإنس عند قدرة أنه يكون سيدا حتى للملك، كما ثبت في رواياتنا عديدة أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، عرج به، زين، إلى أن وصل إلى قاب قوسين أو أدنى، مواش شنو قاب قوسين أو أدنى، شنو معنى قاب قوسين أو أدنى؟ ها، إحنا مو أهل اللغة، بالله شنو هاي اللغة العرب، شنو قاب قوسين؟ هسه نريد عدل هاي السماعة وأقول لكم شلون. شوف بويا، هسه أنا شوف، يقول إذا الخيال، اثنين خيالين عندك، أنا بدلتهم حتى أسويهم شغل، هذا خيال منا وخيال منا، وكل واحد القوس ماله هنا شاد على كتفه، فمن يتلاقون القوس هذا ويا القوس هذا يتطابقون. يعني شوف، افرض اثنين، واحد منهم جنابك واحد منهم صديقك، وش عندكم انت؟ عندكم راكبين على خيل، على خيول، فرس منه، فما تردون تنزلون، واحد يريد يشبق واحد، واحد يريد يشوف واحد، واحد يريد يتقرب العدو، واحد يريد يهمس بواحد، رؤوس الخيل تتعدى، توصل إليك أنت، إليك أنت وصاحبك، مو هيك؟ هذا القاب قوسين، يعني مقدار القوس ماله قاب قوسين أو أدنى، يعني أقل من أنه القوس يمرق بيناتكم، ها؟ هو يريد يقول ماكو فراق، ما يجيب الفراق حتى لا يبين محمد عنده فراق. أحسنت، لا لا، وأنا أيدك مولانا، لا جدك رسول الله، ما فيها. فالأقربية اللي عينها بهذا المثل، زين، قال لعد جبرائيل، قال أتتركني يا جبرائيل؟ شي قل لجبرائيل؟ قال سيدي لو تقدمت مقدار أنملة، هاي قلوا لها أنملة، عقد من
الاصبع مو كل اصبع بثلث اذني، وهذا بانملتين، هذا هاي يقولون بيهم، يقولون هاي يقولوا له الانمله، واشاره يقول له يعني ايش كثر صانت؟ مو صانت ونص صانت. يقول له لو تقدمت صانت واحد انمله واحده، هو من باب انه لا اقل من صانت، اقل من الملي، اقل من المكرون. زين، وانت كل ما تيجي تنزل شو تصير؟ قسم المليمتر على 10 اقسام، شو يصير؟ نوبل كل قسم منه قسمه الى، شوف شو يطلع معك، تطلع معك علم الذره شويه اذا تمشي فيها بالمعالم بالعلوم، الذره تؤخذ من هذا الباب. زين، يقول له لو تقدمت مقدار انمله لاحترقت. لهذا وجود الشيء، اكو قاعده عندنا بالمنطق يقول وجود الشيء يكفي بوجود احد مصادقه. فرد واحد اذا وجد كل انسان موجود على القمر، ولو واحد راح يعني وصل خلاص. لكن عدم الشيء لا يصدق الا بانعدام جميع افراده، الوجود بوجود واحد من الافراد، والعدم بجميع الافراد. يلا تقول معدوم، هذا الشيء عدم، ما يروح الا كل الافراد تروح، والا اذا مليار ونفر، مليار وواحد راحوا المليار، ظل واحد تقول بعده واحد، ما انعدم الانسان. فلما يعلو الانسان على جبرائيل، زين انا وانت نعلى، احنا ما عندنا الطاقه، ياهل يعلى واحد من البشر على جبرائيل في هذه الدرجه، او اثنين او خمسة او عشرة او 14، نقول يو واحد يو خمسة يو 12 يو 14، هؤلاء اللي علوا تجي لعد النبي بمجرد علوه في الدرجات حتى للقرب الالهي يكفي انه الانسان وين وصل. الانسان وين وصل؟ وصل الى درجة اعلى من الملك، مو هذا الملك، اعلى من الملك. زين، الله سبحانه وتعالى خلقة الإنسان يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إحنا عندنا العبادة شنو؟ هاي الصلاة، هاي خفرائض يقولوا لها. النبي يقول أنفاسكم فيه تسبيح، شهر رمضان، زين يعني ينطي نومكم فيه عبادة، أنفاسكم فيه تسبيح. إذن ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت حتى نومك بعبادة هذا الشهر. إذن وين هذا يريد يشير؟ يريد يشير لمن؟ يريد يشير التعلق والاتصال اللي موجود بينك وبين ربك، حتى لو كنت نائما فاقد الحواس الخمسة، مو تفقدين يلا يصير نوم، وإذا فقدت النفس المصمم لها بعد الإفاق يصير موت. لهذا يعبرون عن النوم شن الموت الأصغر. الله سبحانه وتعالى حط هذه الدرجة أنه العبادة، تعال لعد واحد هسه مثلا الدكتور يجي أو الحاجب محمد يجي، أي واحد السيد يجي يقول والله اليوم يريد واحد يجي ويسلم، وين يجيب لنا واحد عمره بالتسعين سنة، 91 سنة، 99 سنة، بالقوة شايلينه مثلا بشبلية، شايلينه بكذا، زين ما يعرف يحكي بالقوة، هذا يحكي لكلمة وذاك حتى نقرر أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، مو هيك يقول لا. فبس قال هيك يدخل بمن؟ دخل بالطهارة الذاتية اللي عنده، دخل دخل دخل، هو 24 ساعة ركعة مصلي، طلع منها بعد ما طالع مات. هذا هم يدخل على ما خلقت الجن والإنس، تدخل عليه هاي الآية إلا ليعبدوني ولا؟ طبعا يقول لك إيه، العبادة ما عندها طول وعرض بابا، ما عندها كثرة وقلة، العبادة ما عندها وقت حتى، إذا نومك عبادة. زين، لهذا الله سبحانه وتعالى من خلقنا ما خلقنا بس نجلب فلوس، إن الفلوس يا سواهن، مو هي الأجهزة اللي إحنا نسويها، وقبل كانوا يصبونهن بطين بوحد سو، قبل ما كانت هاي العملة الكاغدية، الورق ما كان، كان الدينار يو ذهب يو فضة، مو هيك؟ لهذا كل واحد يفتخر
اجوا لعند الامام الباقر يوم صارت المشكله، حتى هاي البرادي تشوفها هاي، قبل يجيبون برادي من الروم مطرزه بالذهب يجيبونها لبني اميه. الروم صار بينهم وبين بني اميه شوي مو زين، هناك بالش اسمه بدمشق الاموي المسجد، فايش سووا؟ قالوا اول شيء التهديد، شوف كيف كان. هسه نفس الشيء اليوم، اليوم بيش يهددونك بالنفط بالغاز بالاشياء الاخرى. قالوا نقطع عنكم هاي البرادي، بعدهم ما قايلين نقطع عنكم الشام التهب. ايش قال لهم معاويه؟ اذهبوا الى بيت رسول الله واتوني بمحمد الباقر يحل لنا المشكله. ايش سوى بعد؟ قالوا مو بس هاي السكه هم راح ناخذها منكم، انتم تتعاملون بسكتنا، واحنا كل شينا ما كان العرب، لا نحكي شويه شويه على كيفنا، تاريخ ما كان عندنا بويا، تاريخنا لما حط امير المؤمنين وسوى من هجره النبي قام له واحد ويقولون ابو الاسود الدؤلي ياهو غيره، زين قال له سيدي الى متى نقترض؟ اثنين تعاركوا على دين، هذا يقول له انا دنتك وطيتك هاي الفلوس على تاريخ من؟ على تاريخ الروم. ذاك يقول له لا انا اطيتك اياه واخذت منك على تاريخ من؟ على تاريخ مثلا الفرس. صارت بينهم، دخل امير المؤمنين قام له احد اصحابه يقولون ابو الاسود او، قال له سيدي الى متى نقترض حتى تاريخنا؟ نريد نكتب يمتى اشتريت يمتى راح تكون اروح للروم. قال ان شاء الله باتفاق. نعم هاي بزمن الخليفة الثاني، يمتى هو هذا هجرة النبي يمتى صارت؟ مو بربيع؟ قالوا بربيع. خلص بربيع ان شاء الله بربيع. زين كتبوا هذا صلحهم، هو الامير المؤمنين صلحهم قاسم الوقتين وشقلهم وقت وطاهم ومشى وحط. دخل الخليفة قال شني شو اليوم الوجوه غير؟ قالوا له والله أبو الحسن حط لنا تاريخنا إحنا كإسلام كعرب إن شاء الله بعد. قال لا حطوا أول محرم. هسه ليش ما شاهد؟ خلنا نرجع لعد قصتنا. زين الوضع اللي مر به الإسلام، الوضع اللي مرينا به، الوضع اللي صار تقريبا في نوع من الاحتكاك، في نوع من الأشياء اللي صارت ما نمدح فيه. تاريخ ما كان عندنا، صار عندنا شوف ايش لعبنا به. شهر الحرام يقتل ابن بنت رسول الله، مو هيك؟ هاي الاشياء تصير عندنا يا ولا؟ زين ف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الايه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، باب العباده منها فروض، والفروض مو دائما. شوف هسه اذا واحد عندك طفل بعده مو صاير بعمر البلوغ ما عليه، بس انت كون تأدبه، أدبوا اولادكم، علموا اولادكم وهم ابناء الست او سبع في روايه او خمس، سواء كانت بنت او كان صبي. زين فلما تجي لعد الواجب يمتى يصير عليه؟ بال15 سنه قمرية، بالتسع سنين قمرية يصير زين. إذا الإنسان فقد ذاكرته، إذا الإنسان فقد وصل لعد شيخوخة بحيث أنه ما يعي شيء، الفرض يسقط منه، إلا إذا فيك تعلمه أو فيك تجهزه، وإلا هو كواجب ذاتي. إذا جن ما تظل صلاة وما يظل صوم، لأنه ما مكلف، التكليف ينزع منه تكاليف، لكن العبادة ما تنتزع منه، العبادة ما تنتزع منه، أنه أن تكون تواظب الأشياء اللي تواظب على العبادة، تخليه يطلع معريان لا، تخليه يقرع بالخمر لا، تخليه يسوي أذية للناس لا، هذه تخالف الوضع العبادي. لهذا إحنا شو نريد نقول؟ نريد نقول بابا الوضع اللي مر بينا احنا او اللي عندنا احنا، احنا ترى مو مخلوقين لانفسنا بس، مو لعد الاكل والشرب لا، بل انما الله سبحانه وتعالى من خلقتنا لخلقتنا له غايه، هاي الغايه
تارة شخصية فردية تاكل تشرب ينعم عليك يعطيك الصحة يعطيك، تارة لا روحية معنوية اتصال بالله العظيم. هذا الاتصال من تريد تشوفه في تاريخ الأئمة في تاريخ في سنن الأنبياء تشوفه موجود. ذاك هو الله بالنسبة لعد الأنبياء أو الرسل أو الأئمة أو النيابات الخاصة اللي عند الدين، هي هم يحتاج زمان ومكان، هم يحتاج عمر معين يو لا. وهذا اللي أنا أريد أن يعني تكون هي مطلعنا، وهاي هذا الشيء اللي نريد نقوله. هل الله يقول بويا النبي يكون يصير 20 سنة يا الله خلي نبي قبلها ما هو نبي شي يريد يسوي؟ أكو هيك شيء؟ أنت فكر أكو هيك شيء؟ قول إيه. يقول لك زين أكو نواقض، أكو نواقض. يحيى بن زكريا، عيسى عليه السلام، عيسى في رواية بيوم والعصر من ذاك اليوم، في رواية بيوم الثالث جابت أمه مقمط وجابت، من جابت أكو واحد ما سمعان على مريم عليها السلام أنها المتعبدة المتنسكة ذات الكرامات ذات الطهي الإلهي اللي الوحي يطبخ لها ويجيب لها. كلما دخل عليها زكريا المحراب شاف عندها رزقا طعاما، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند ذا مدع من عند الله. يا عم عايشلون وهذا نبي وموكول أنه هو يكون، وهذه الحوزة اللي كانت تدرس ما كان بيها إلا الذكور إلا الصبايا إلا الشباب، بس هي البنت. يعني حتى جماعتنا الآن يستدلون بالحوزات عند النساء يقولون هذه دين واحد، خو ما هو دين أديان، شرائع تعددت، كل واحد عنده شريعة، موسى عنده شريعة، عيسى عنده شريعة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إن الدين عند الله شنو؟ الإسلام، خو ما عندنا هيك. فأنا لك هذا، هذه أم أنا لك هذا، طاحت بيد من؟ طاحت بيد بني العباس، طاحت بيد بني أمية يخلون بيها شيء، طاحت بيد التماسيح، كل واحد يريد يأخذها إلا هو لقمة. زين ليش يريد يفضح؟ يفضح المنشور البشري، يفضح المنشور السماوي، يفضح المنشور الإنساني، يفضح المنشور التعبدي. ليش؟ ما يريد يخلي شيء. المرأة عندهم لا شيء، المرأة عند اليهود إنها جزء من فاميليا. يهود القدام يقولون روح للمطبخ، أساس المطبخ هاي الملع، السكاكين، الشوك، الطناجر، الصواني، الصحون، هذه كلها يقولوا لها فاميليا. جبت فاميليا شلون هسه احنا نقول بوي جبت جهاز، جهاز المطبخ يقولوا له فاميليا. يعدون المرأة جزء من فاميليا، مثل ما بيها ملعقة وسكينة وصحن وطنجرة وقدر وما أدري شنو بمرأة. واحد ايش يقول على المرأة؟ هسه هاي المرأة وين صعدت؟ بابا وهذا حرب على الله. نفس الشيء تعال شوف اليوم نفس الشيء عندنا إياه. زين لقولهم درب اللسان ينطلق بعض. أمير المؤمنين عليه السلام يتمنى أنه يكون عنده يمثل هذا التمثيل، هو يقول يا ليت أنه عندي رقبة كالبعير. ليش؟ يقول حتى إذا أراد اللسان ينطق، اللسان من ينطق ينطق بعض الأحيان غثبال ما يدري ايش يقول مثل الجنون، بعض الأحيان لا يجي من هنا القلب. لهذا عندنا مثل يقول ما صدر من القلب يقع في القلب. يريد يقول حتى من تجي الفكرة وتوصل لعد هنا أنا حيكها تمام سويها تمام حتى تطلع مهذبة أكثر. وأمير المؤمنين أمير البيان. زين فأمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة لعد الكلام هكذا يقول شوف ذول الجماعة من شافوا هاي البنية وبيدها طفل أول شيء ابطعنها. ها أخويا شايف هاي كلمتها أخويا ها
أنى لك هذا؟ منين جايبت هذا؟ شنو يعني منين جايبت هذا؟ الطعن هذا تدري شنو هي؟ طعن بناموس الله، طعن بنا. هذه حتى صارت على نبينا أم المسلمين عائشة خان، مش قالت لعد النبي؟ قالت له شو موت روحك على هذا إبراهيم بن ماريا، ليس منك إنما من منين؟ من خادمها والعياذ بالله. لما راحوا وكشفوا أنه طلع هذا الإنسان خنثى ويرجف زين، فضحت نفسها طردها النبي. هاي واحدة من قصص الإفك اللي جماعة مثل بابا ما عندنا مشكلة وياها، بس إذا واحد ما عنده عقل بالله شلون لو تفوضونها على محمد وآل ما تصير، بس ما يفيد هذا العجيب. إحنا ما استصايرة عندنا بأذهاننا بأفكارنا، بالله بابا يا هي مالتك بالوهابية، طوب لي طبة، أنت شتريته وينام بقبرك وتنام بقبره، ليش تسمع له؟ خليه يولي، هو أكو شيء يحترمه؟ هو إذا يقول لك أم النبي وأبو النبي في جهنم، وهند تاكل كبد الحمزة يترحمون عليها، ومن الرواة ومن المخدرات ومن أهل الجنة، شو تسوي له؟ هاي المشكلة. أنى لك هذا يا أخت هارون؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني أبوك غاشنا، أمك هم غشتنا. بابا لهذا كون احنا هواي نفهم شلون نحكي. بعض الأحيان الإنسان يعصب على عائلته ما يدري شو يقول، بعض الأحيان المرأة تعصب ما تدري شو تقول. على كيفك هاي أطفال تروح ضياع، بيت ينهدم يروح. أنا لك ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، إجاه الوحي كلام ماكو. قبل كان هذا الصوم موجود 3 أيام تصوم، فأشارت إليه بدون حكي، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية. هنا بعد الوحي يجي يقلهم، هي تحكي هم قالوا لها، هي أشارت أجابوا الإشارة كيف، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي، هو نطق الإعجاز قال إني عبد الله، يعني العبودية الإلهية أنا أقوم فيها، إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إيش كثر عمره؟ يوم يومين 3 أيام، مو أكثر من 3 أيام الروايات تقول، يعني أكبر رواية أغلى أعلى رواية هذا لما قال جعلني نبيا، يعني من وراء 20 سنة يجعلني نبيا، يهسى جعلني نبيا، ويقول هسة جعلني من زمان قبل لا أجي أنا جعلني نبي، لهذا جعلني نبيا وأنا ابن 3 أيام، جعلني نبيا. حس أنه بيجي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار شقية وإلى ما هنالك. لكن هنا لما تجي وتقول عيسى عليه السلام انتخب من قبل الله زين، وجعل من قبل الله نبي، ليش مهدي آل محمد ابن 5 سنين ما يصير إمام؟ جاءت مو على دين تحكي وعلى طين تحكي، جاءت مو تريد تقول أنه رصد السماء موجود ما انقطع بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا انقطع بمحمد خذ روح وراء أبو بكر بعد شا جاي شو تسوي؟ جاي ما بيها خوف خبوه، تجي لعد هذا الباب كون عندك اعتقادك هم قرآني، الله قال بس عيسى أسوي هيك ويحيى شو تسوي له؟ يحيى نشروه ابن شكثر عمره؟ شكثر وصار نبي وصار وراء عيسى، قبل عيسى أكو أنبياء. هاي الحالة اللي مرت ودرت عليها الأمور، تعال لعد الإمام الحجة. هسه عندك هذا الإمام العسكري عليه السلام موجود، أكو تحريم، أكو حظر. اليوم مثلا يقول لك الدولة الفلانية محظورة سماءً برًا بحرًا، مو هيك؟ شو تسوي هي؟ طيران ما بيها تطير زين، بالبحر ما بيها تسوخ،
بالبرهم ما بيها تطلع، تسكت وهي كنت تعمر بيتها، ماكو تعمير لعد البيت ولا. لهذا الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن سلام الله عليه حوصر محاصرة، والله لو كنا أو لو نعلم بمحاصرة الإمام الحسن العسكري ظلينا يعني كحتى مثل الواحد اللي يريد يفهم خبر ويتعلم خبر ما راح ينقطع من الإمام سلام الله عليه. إمام، إمام أمة، أولا شوف ليش حاربوه هو، حتى عيسى ليش حاربوه؟ لأنه مقابلهم صار. نفس الشيء الأئمة ليش حاربهم؟ ليش أقول لك أنت الإمام الصادق ما أخذ منك؟ ودوا عليه هو والباقر، تعال معاوية جابه، شو حل لنا المشكلة، حلها سيدي ومولاي. شو سوى الإمام؟ قال لهم جيبوا ثلث من هاي العملة وثلث، إحنا مو نشتغل بثلث عملات، قالوا لي قال ثلث من هاي وثلث من هاي وثلث من هاي. إيش كثر صارت؟ ثلث أثلاث. قال هسا ادمجوها، هم عملتنا تطلع مخالفة إلهم، هم أثقل منهم هم أحسن منهم. قالوا لو التطريز، قال أعلمكم شلون يسوون خيوط الذهب. من بعد مدة هم قاموا يبيعون على الرومان. فأنت لما تجي لعند الإمام شوف وين، مو أنه والله أنا إمام ما أتدخل بشي، يلا بويا أنت سوينا شي، لا 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 أعوذ بالله ماكو شيء. الإمام واحد دهره، ماكو واحد أعلم من الإمام شو ما كان الإمام سلام الله عليه. لهذا لما نأتي إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام شوف شلون الحصار اللي صار، حصار لا تطلع ولا تدخل على مكان بيتك، بس حطوه بمكان اللي كان أبوبي، منطقة صعاليك. كثير من عندك هسه احنا من يحطوننا بمكان مو زين نتأذى، وحده منهم ليش خذوا او وحده من ليش حطونا بهذول، هذا كله صار. سبحان الله، من ذول الصعاليك رب جماعه. الملوك اللي عاشوا ويا الامام ملوك العباس، العباسيين المعتز والمهتدي والمعتمد، مولانا كل واحد منهم واحد اجلكم الله انذل من الثاني. لما تجي لعد المعتز زين، هذا قتل الكثير من العلويين، يو قتلا يو سما، ضرب أخاه المؤيد 40 عصا حتى خلع نفسه، ضربه خلع نفسه من الوزارة والولاية حتى لا يصير إلا هو وزير، هو يحط ولده مثل جماعتنا. هل سعود ايش سوى؟ خذها كلها منهم وراح، نفس الشيء سووا بهم، ما حد يضل هذول قمان كتل. اجوا مجموعة من الأتراك التفوا حوالي أخوه من بعد ما ضربه 40 عصا، اجوا ويا زين، جاب من السجن يقول قتل أخاه شر قتلة لم يقتل قبلها أحد مثله. شلون؟ قالوا جيبوا لكم الحاف، قبل ماكو بطانية الحاف يقولوا له، قالوا دي جيبوا سم قاتل فأنقعوه في السم، نقعوا اللحاف بالسم، حطوا أخوه شدوه منا ومنا وخلوه شنيتش يتنفس، يتنفس سموم، هلك بلحافه. قال هسا يلا ارتحت، ما عندهم رحمة. زين، حتى كتبوا اعتقل أكثر من 70 نفر من بني جعفر الطيار وبني عقيل، اكتبوا الشيعة إلى الإمام سلام الله عليه في سامراء ووصلوا له. فالإمام سلام الله عليه كتب إليهم 3 أيام تمهلوا حتى إن شاء الله يلحق به الدرك الموت، وراح هلك صدق بعد 3 أيام مات. إجا من وراء المهتدي، هذا المهتدي خلاف اسمه، هذا اللعين كان سيء الخلق، حبس الإمام عند قسم مثل معاوية بالضبط. معاوية يقول أحلف بالله لأدفن اسم محمد، هذا شعار معاوية كان،
خاصة من يطلع الأذان يقول أنا كيف أدفن هو هذا اسمه كل يوم يعلو المآذن. هذا عنده شيء آخر يقول أقسم بالله لأمحي آل محمد من وجه الأرض. هذا اللعين المهتدي زين، فقام هذا الشعار إذا فكتبوا للإمام توسلوا بالإمام قال امهلوه 5 أيام إنه سيهلك، فهلك هذا اللعين. هم الشيء اللي مؤذي صار وهو المعتمد على الإمام سلام الله عليه كان عياشا ظالما فاسقا. أكو عندنا بحث الإمامة عند أهل السنة من جملة الأشياء اللي عندهم يقول حتى لو امتطى أريكة الحكم منبر الحكم فاسقا فاجرا بمجرد أنه صعد على منبر الحكومة فيجب على الناس أن يطيعوا. بعد هذا شلون تقيسه وياك أنت وتريد تقول أنا وياه ما تدري هاي موجودة. شوف اليوم أحسن كتاب تقريبا كتب في العقائد زين لعد الشيخ السبحاني، وشوف هذا الباب باب الإمامة، معتقدات الإمامة عند المذاهب وعند العلماء وعند أهل الحل والرابط في قضايا العقائد. الدوخ، بعض يقولون كون عنده 3 صفات، بعض يقولون كون عنده 4 صفات، بعض 7 صفات، بعض ثالث شالوهن كلن، قالوا حتى من الشارع إذا واحد إجا صلبط على الآخرين وخذاها منه وهذا الإمام والسلام لا تكون حالكم زين. فهذا من إجا كانت عنده صفات، يعني مو صفات عادية، صفات نعوذ بالله شيطانية وشرانية مثل ما يقول. فهذا اللعين يقال قتل ما يقرب من 500,000 إنسان، 500,000 إنسان بذاك الزمن. هذا حاطلة بس اسمه بس مثل هدام. أنا شفت رواية بالبحار عند أحد الإخوان، قلت له يطابق من وكان يعرف بهالمسائل هاي بالملاحم والفن، قال لي شيخنا عندنا رواية تعال شوف 5,500 يقتل على يد أحد حكام العراق، وجاب الأوصاف إلى صدام. 5,000,000، 5,000، ألف ألف يصير مليون، 5,000,000، 5,000,000 و500,500 يقول زين. هذا قتلهم، فوضع الإمام في سجن صالح بن يوسف ثم إلى سجن حرير، ورمى الإمام في دار السباع، وتاليتها سمم الإمام سلام الله عليه بالسم الذي قتله. فالإمام سلام الله عليه تعال شوف الحالة اللي مر فيها هو وبيته. يا عمي هسه أنت ما تطلع من بيتك، خب بيتك حر مو هيك ولا يكتب عليك بزمانه، هو بزمان الإمام، بزمان الإمام الكاظم هي أي صارت، أنه لا يجوز لإنسان حتى من بني هاشم أن يتزوج بنات بني هاشم. شو يصير بيك هسه؟ يجي حكم عليك هنا هناك بكل مكان، لا حد يتزوج من شيعي والشيع ما يتزوج من شيعي، أصلا من صار زواج يقتل. هاي تدل على من؟ تدل على أنه الجماعة هواي دارسين الروايات، لا تقول بس عقد. هذول خايفين من ظهور المهدي، خايفين من ظهور ووجود أحد اللي هو يعني بعض الأحيان ترى إحنا شوية هيك نستنكف من أعدائنا ونحكي عليهم، لكن ترى عدوك هواي بهيك شيء حذر. صحيح ما هو عقيد ويعرف أنه عقيد تباح. معاوية قالوا ليش هسه؟ قال الملك. الرشيد قالوا لي ليش هسه؟ قال الملك الخلافة. هذول نفس الشيء، وليش تقتلون؟ خلافة ما ترحم أحد، الرئاسة ما ترحم أحد. هسه شوف وضعنا ببلادنا، علمن علمن بوي يقبلون دين، يقبلون إيمان، يقبلون أحمال خرف، يقول لك هذا الكرسي ما يرحم أحد. لهذا الإمام سلام الله عليه في بيته ما كان عند اختيار نفسه، زواج كله يتزوج، لهذا الإمام العسكري ما تزوج. عنده من الإماء بيوم يقولون 5 وبيوم يقولون 7. هذه نرجس سلام الله عليها زين
تعلمت وشلون السيدة الزهراء راحت وشلون شافت بالمنام. هسه يطلع لك واحد وقال لك منامات، عمي كان تروح لعند يوسف قل له ليش شفت منام، كان تجيني هسه على بس نرجس. انت روح شوف الانبياء شافوا منام، انت روح شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف القرود ترقص على منبره، كان ما تقول لهم هناك، كان ليش من توصل لعد نرجس وتوصل لعد محمد وقال محمد يصير عندك كل المشكلة. هم مو عندك انت، صحيح عندنا احنا يوم نسمعك، لانه احنا خملنا عن تاريخنا. بابا شايف لك بيت رجل بي بالعشرينيات بالعشرينات بالثلاثينات، زين يوميا تفحص اماؤه الخمسة او السبعة، يوميا تفحص ثلاث او خمس مرات. منين تفحص؟ جايبين قابلة من الهند، قابلة من العراق، قابلة من ايران، قابلة من الروم، قابلة من ليش؟ في وصف هذه القوابل اللي تعرف المرأة يقول بعضهن إن رأينا إن شخصنا المرأة ماشية فيعرفنا أنها حامل لكم شهر أو كم يوم، ذكرا أو أنثى، أشقرا أم أسودا. تعطى يوميا تشيك، يوميا يشيكون هذولي، وتريد الله ما يتدخل، تريد إعجاز ما يجي. ومثل ما سوى لعد عيسى عليه السلام ويسوي لعد آل محمد، ليش هالقد انت مستهترين بآل محمد؟ ليش انت هالقد، ليش هالقد مسألة آل محمد ماخذينها؟ لهذا الإمام سلام الله عليه ما كان عنده بابا، ما كان عنده أصلا لنفسه لأهله. بابا إذا واحد ما يتزوج ما يخل، ممنوع ممنوع. بابا عندك إماء ممنوع كأما، نعم. ليش غفلوا على أنه يا عمي المرأة إذا حبلت وكانت أم ولدت تصير حرة، بعض يقولون بمجرد الحمل تصير حرة. أنت هسه هاي مشكلتكم أنه ولد أنه حرة أو غير حرة؟ ليش؟ بعد ممنوع أن يزور حج بيت الله، ممنوع أنه يروح للحج. لهذا عندنا من الأئمة اللي ما راحوا للحج هو الإمام العسكري عليه السلام. يستحب أنه الإنسان إذا يروح للحج يجيب عمره أو يجيب حجة من الحجج، إذا راح كان أكثر يروح لعد الإمام، يحج لعد الإمام العسكري عليه السلام. زين، هذا الإمام إيش سوى؟ الإمام سلام الله عليه قام بأمور، هذه الأمور اللي قام فيها وحدة منهن، وحدة من هذه الأمور زين أنه سلام الله عليه بهذا البيت اللي اسمه بيت وبالواقع هو سجن، الإمام سلام الله عليه علم أكثر من 100 طالب حاذق، مو واحد والله تعال الإمام قال لي كلمة وطلعت، لا لا، عدة من المسائل. واحدة من المسائل، قسم من المسائل، القسم الأول يقولوا لهن التبانيات، عند قسم من المسائل الآن موجودة بفقهنا، عند بعض المسائل يقولوا لها الزيتيات. تيجي تقول يعني شنو الزيتيات؟ يقول لك لأنه مدة منعوا الإمام أنه واحد يجي يسأله والناس تخاف. هو كان يقول حتى العد جماعته، إذا رأيتموني أمشي في السوق وسبني أحد فلا تلتفتوا ولا تدافعوا ولا تقولوا شيئا. قالوا سيدي، قال أخشى عليكم والبقية فيكم أنتم بعد، هذول يتعلمون يوم من أولادكم يوم. لهذا ما كان يرضى. زين، الزيتيات كان واحد من العلماء الكبار يبيع، سوى روحه يبيع زيت، وإجا يلف هذه المسائل اللي تسأل من الأقطار المسلمين كلها ويلفها بهاي الورقة ويشدها ويحطها بالخيك بهذا القربة اللي يملونها بالجراب، زين بالجلد اللي يخلون فيه ثلاثة أربعة، يجيب الإمام مجهز له ثلاثة أربعة يطهن إلا ويأخذهن، يفتح الإمام يشوف المسائل، وهذا يفتح الخاليات مثل ما يقول المفرغات يلقى الجواب فيهن. هاي نوع من المسائل، مو واحدة واثنين وعشرة وعشرين، لهذا سميت بالمسائل الزيتيات. أكو مسائل التبانيات يقولوا لهن التبانيات، بيهم يقولون هذول اللي يسيرون على درب التبانة، وبيهم يقولون لا
اكو جماعة كانوا ينقلون التبن للمواشي اللي ببيت الامام، كل بين مدة وجايب له تبن، يفرغ التبن ياخذ الشل منه ويطي الجواب الامام، هو يطي المسائل، قل له موجودات مكتوبات خذ نوره. فشوف الحركة اللي صارت على الامام، لا زواج لا حج لا طلعة لا ظهرة لا مجلس، لا احد يجي لا احد يروح، وكل يوم داخلين على الامام مثل ما كانوا يسوون بالامام الهادي عليه السلام. زين، ماكو احد الا القليل، 100 نفر من العلماء الكبار، 100. ابن علوان يقول اخر ايامه قال لي هذا تاخذ الكتاب هذا وهاي المسائل وهذا المصرف وهذا الكذا 15 يوم يطول حتى تروح لعد مناطق بغداد وترجع، فمن ترجع تلقاني مسجع على المغتسل. قلت له سيدي كل هذه؟ يقول انا رحت ومستعجل وكذا رجعت على اساس اخبر شو صار، وقال لي شلون والجماعه اللي يجون مين، وصادف جماعه وهذول الجماعه ياخذهم جعفر الكذاب وهو يريد يصلي علي فيسالونه عن مسائل فيرفض انه انا شو اعرف الغيب انا، فيخرج امامكم ويعلمهم ويقول لهم هاي الاشياء اللي ذكرت بهاي الحواشي. زين، بعد الشيء الاخر، 4 من التجار الحاذقين استخدمهم الإمام، 4 مرات الإمام يتاجر متجر عجيب قريب، كل واحد يقول له اخذ هذا الحمولة هاي اخذها لعد مكان فلان وانفقها على الفقراء ويبني من الصفر. ليش؟ يقول لهم ان التجارة علم، مو انه واحد بس يخب فلوس يلا يقول له تاجر، كون يعرف شلون يطلع فلوس، يعرف شلون يمشي المتجر. وهذه أكبر فكرة اللي انطاها لعد الاقتصاد الإسلامي وغير الإسلامي، بس ما منتبهين لها، إحنا ما منتبهين لها. هسه اليوم قاعدين يشرحون بعض هاي الروايات وبعض هاي الأمور وبعض هاي الحالات، أنه كيف الإنسان يقدر من لا شيء يكون يصنع كل شيء. زين، بعد الشيء الآخر اللي سواه الإمام سلام الله عليه، جهز الناس، وهو هذا الباب اللي فتحه، وحتى الطالع عند التجار وحتى الطالع عند الحوزات اللي بناها أو الأسرار اللي أفشى بها لعد البعض، أنه كيف الناس تجهز أنفسها، كل واحد يجهز نفسه لمسألة الغيبة ومسألة الظهور ومسألة الإمام الحجة عليه السلام. كثير من الخواص لما يدخلون عليه يبشرهم، وحينما يسألونه يبشرهم بوجود الإمام الحجة. لهذا ما كانت كل الناس تعرف هذا الباب، وما كانت تطيق هذا الباب، وما كانت تريد هذا الباب. زين، فالسيدة اللي كانت في هذا الباب عمته، زين، وأمه، حتى من بعد هذا الباب أمر حتى والدة الإمام نرجس اطلعت وأمر 2 من الجماعة اللي من أخصائه، زين، أن يأخذوا الإمام من سامراء إلى وين؟ إلى بغداد، ومن هناك إلى وين؟ إلى المدينة. فمهمة جدا كبيرة. بس شوف التهديد وين صار لعد الإمام سلام الله. يقول بعض الرواة أنه الإمام كان الوحيد اللي ينفس على عن كربه وحالته وحزنه هو ذكر جده الحسين عليه السلام. عقيد الخادم يقول سمم الإمام. هسه الفاصل اللي صار بـ 15 يوم 20 يوم 9 أيام 10 أيام 8 أيام شكثر 11 يوم يذكرون روايات، يقول لما سمم الإمام سلام الله عليه وأحس بالسم، آخر يوم يقول أمر أن نصنع له مصطكي مع ماء مغلي، ماء يغلي خلون فيه شوية من هذا المصطكي من هاي العلكة المرة، شوية الإنسان من يشربها يرتاح، ودواء لعد بعض الحالات اللي تصيب المعدة وتصيب الصدر وتصيب النفس. يقول فلما جئت بهذا الماء والمصطكي فكان حار فخلاه على جنب، لكن شفت ايدين الإمام، واحد بالعشرينات 27 28 29 سنة وإيده ترجف،
شاب مثل ما يقول، يقول فقال لعقيد الخادم ادخل إذا هذه الغرفة واعتني بالشاب أو اعتني بالغلام أو ولدي. يقول جيت، من جيت أدخل على الغرفة وإذا بنرجس سلام الله. قالت يا عقيد هنيهة شوية أصبر. قلت نعم سيدتي. قالت إنه إمامنا ولدي هذا، أنا خليني أنا شوية مثل ما يقول. يقول دخلت فتحت الباب وأنا أنظر إليه رأيته واقفا كأنما يدعو أو بمصلاه، ثم أخذته من كتفه قالت سيدي إن أباك يدعوك. أخذته وجابته لعند الإمام زين، قبله الإمام وقبل أباه ثم نظر إليه شي قل بني اسقني من هذا الماء، فسقاه شربة مثل ما يقول أخذ له شفة. لما سقاه شربة صار قال له بني وضئني، في رواية وقبلني تجاه جدك الحسين، تصير هم محاذية هي للقبلة. فخلاه زين، فلما شرب شفة من هذا الماء فذكر اثنينهم ذكر عطش الحسين عليه. شي قال له بني وأما جدك الحسين فما شرب قطرة ماء وهو يذبح من القفا. ما حد الطامعي يذبح منين؟ من القفا. فبكي عقيد الخادم، يقول احنا كنا انا ونرجس ايضا نبكي بزاوية من البيت من الغرفة. فبكيا وبكينا والله أبا أيوة سيدا اليوم يا الغايب على مصابك لما ينمر دا وتشبدا وظل بقلبك صوامه ليمتى تظل غايب وسيفك يظل بقرابة ما تنغض لعثارك وتصليق مبتارة واللي تبعث اثارك عليهم ضيق الوسعة وشن عليهم الغارة. أيوة حسنا أيوة إماما آخر الأنفاس الشريفة يقول قال بني قبلني ومددني تجاه جدك الحسين وخذ برأسي بحجرك. لما أخذ ناديا بصوت واحد السلام على الحسين السلام على الغريب العطشان السلام على الشهيد الأخفان. حسين يا حسين حسين أيوة سيدة أيوة إماما
قبله تجاه القبلة، مد رجلي أيوا حسنا، أسبل يدي أيوا أيوا سيدا، أدار بوجهه إلى ولده أيوا حسنا، ثم قال الحمد لله وأطبق أفاخ أيوا حسنا أيوا سيدا يا أخ أيوا إما، وفاضت روحه الطيبة يا أيوا إما أيوا سيدا يا أخ أيوا يتيمة أيوا مظلومة يا أخ أيوا غريب، يا غايب من قضى عودك أنت اليوم غسلت صوتك، وانت اللي عليها صليت وانت حضرت وادفنت، لكن جدك المظلوم ظلت على الأرض جثتم، ما واحد حفار قبره ورا موجة الزر، ثلاث أيام على القبر يا ظل يا ابني الحسن مطروح يا أحبس الوحش زوار، قام وغسل المغدب قلب مالوم وينوح عليا وهو محروم طيب النوم يا وظل ابن الحسن غايب لغاية يا ذا اليوم يمتى يلوح غوجة وياخذ بثار أيوا سيدا أيوا مظلومة، أقل سيدي لو تأخذنا معك مع أبيك الشهيد إلى كربلاء، أنت ودعت أباك على فراشه لكن ودعت سكينة أباها يا محزوز الرأس، تقول وضعت فمي لأقبله بمنحره، وإذا به يقول بني قولي لشيعتي شيعتي مهما شربت يوم عذب ماء فاذكروا أو سمعتم بشهيدين أو قتيل فاندبوا أو سمعتم بشهيدين أو قتيل فاندبوا، فأنا يا الصبط الذي من غير جرم قتل، فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القيث عمدا سحقوني يا أبويا اليتيم عقب بوغا يجولي ويفقدوها يا والله يجون لغا ويفا يا يقدوها يا ما شفنا اليتيم يجون لغا وبالصوت يا بضربهم يا وبالصوت بصياطهم بويا يا
يا اضرب غيام. اللهم عرفني نفسك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآله واحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أرنا الطلع الرشيد والغر الحميد واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه أوسع منهجه. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. من له حاجة قلدنا الدعاء، شفاء المرضى، فك الأسرى، أموات الحضور، تعجيل الظهور، رفع الهم والغم. عن مقدساتنا خاصة في النجف، في كربلاء، في الكاظمين، في سامراء، في العراق، في لبنان، في إيران، في أفغان، في الخليج، في الحرمين الشريفين، في كل مكان. سائلين الله بحفظ حشدنا، جيشنا، عراقنا. نسأل الله سبحانه وتعالى بإزاحة الطواقيت الظالمين من بلادنا بالنبي وآله، وحفظ مؤسساتنا حسينياتنا في بلاد المهجر، خاصة هذا المركز بأهله، ذوي حضوره، خدمه، الإخوان المتابعين على الإنترنت. اللهم اقض حوائجهم، شافي مرضاهم بالنبي وآله. سائلين الله سبحانه وتعالى بتعجيل الظهور. رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.